بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمما يلقن الوهابية صغارهم ليحاجوا به أهل السنة، أو لا يستطيعون المحاجة، هم يمنعونهم من المحاجة، لكن ليقنعوا أنفسهم بأن الأشعرية على ضلال، وأنهم يخالفون الكتاب والسنة، ما هو؟ حينما يقولون لهم الأشعرية يقولون بعض ظواهر القرآن والسنة كفر أو شرك أو شيء من هذا القبيل، فيأتي هؤلاء المساكين وهم يتحسبون الله تعالى لا حول ولا قوة إلا بالله، يحوقلون ويحسبلون حسبنا الله ونعم الوكيل، ظواهر القرآن والسنة يمكن أن تكون شركا؟ أي والله يا أخي يمكن، يقسم بالله العظيم يمكن أن تكون شركا، ولا يمكن أن يرتفع هذا الشرك إلا بالتأويل، لا يمكن إلا بالتأويل. كيف؟ خذ مثلا حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل أنا ثالث الشركاء ما لم يخن أحدهما الآخر، كيف تفهمها؟ خذها على ظاهرها يا أخي، خذها أن الله تعالى شريك وأن له شريكين وهو الثالث لهما، وهو سبحانه وتعالى يقرر قرارا واضحا قطعيا لقد كفر الذين قالوا إن الله الثالث ثلاثة. هذا ظاهر من السنة أم ليس ظاهرا من السنة؟ نعم ظاهر من السنة. هو الشرك أم ليس شركا؟ نعم على ظاهره الشرك. كيف يرتفع الشرك؟ بالتأويل، حينما تقول أنا ثالث الشركاء بالنصرة والمعونة، أو بالتأييد، أو بالبركة في رزقهم، يعني أبارك لهم في أرزاقهم، كل ذلك تأويلات. لا أريد أن أخوض في هذه القضية كثيرا لأني قد تحدثت فيها وبينت هذا مفصلا، ولكن وقع بين يدي نص أرسله لي أحد الأخوة من كتاب الشاطبي الذي هو الموافقات، يقول سبحان الله لا تجد فرقة من الفرق الضالة ولا أحدا من المختلفين في الأحكام الفروعية والأصولية يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة، وقد مر من ذلك أمثلة، بل قد شاهدنا ورأينا من الفساق من يستدل على مسائل الفسق بأدلة ينسبها إلى الشريعة المنزهة، وفي كتب التواريخ والأخبار من ذلك أطراف ما أشنعها في الافتئات على الشريعة. نعم هذا حق، كل فرقة من الفرق المنتسبة إلى القبلة، بل وحتى الزنادقة، الزنادقة كالباطنية، يأتيك بآيات قرآنية ويأتي بأحاديث نبوية، بل مهما وجدت من الأفكار القبيحة التي ينقضها الشرع بالإجماع ستجد من يلتبس عليه بعض الظواهر إذا كان من أهل الهوى. يعني ماذا تريد؟ تريد تناسخ الأرواح مثلا؟ أعطيك إياه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سيقول الروح ارتفعت إلى ربها ودخلت في عبد من عباد الله تعالى، وهذا كفر، زندق. هذا ما حجته؟ حجته الظاهر، فضلا عن المعتزلة الذين هم ليسوا كفر،
كم من آية استدلوا بها ورد عليهم أهل السنة؟ الشيعة كم من آية يستدلون بها إلى يومنا هذا ويرد عليهم أهل السنة والجماعة في أن هذه آية موجهة بآية أخرى، بها أن هذه الآية مؤولة ودليل تأويلها كذا وكذا. هذه المناهج، مناهج النظر في الأدلة، ارتضتها الأمة. قبل هناك النظر في أصل الشريعة، هل الشريعة ثابتة أم ليست ثابتة؟ إذن صدق الرسول، هل الرسول صادق فيما يخبر أم ليس صادقا؟ هذه قضية تسبقها قضية أخرى. هذا الرسول من أين؟ من إله؟ هل يوجد إله صانع أم لا يوجد إله صانع؟ الأسئلة الأولى الكلية، من أين ولماذا وكيف هذه عندنا منهج النظر فيها هو منهج علماء الكلام، ولن تجد سواه مهما حاولت، لن تجد سواه. والدليل فعل الوهابي يمنى جماعة هذا بناء المنهج وأمثال البناء المنهجي، يرجعون إلى علماء الكلام لكنه لا يسمونه كلام، هكذا سبحان الله، يرجعون للرازي والغزالي والجويني والآمدي والشيخ البوطي لا يوجد منهج يقرر العقائد الإيمانية بأدلة عقلية قطعية برهانية إلا منهج علماء الكلام. جرب الناس منهج الفلاسفة فوجدوا يخرجون إلى مناطق محذورة، ما يسمونها الميتافيزيقيا، بعقولهم فقط دون الرسل دون السمعيات، وهذا منهج فاسد. الحشوية ويقول لا، ما الدليل على وجود الله تعالى؟ يقول قال الله تعالى كذا وكذا. إيش الغباوة هذه؟ هذا الدور، هذا ما يقبله أحد من العقلاء. إذن هذا المنهج الأول، النظر في إثبات الشريعة. النظر الثاني في فهم الشريعة، وهو هذا مأخوذ من الشريعة، لأن الشريعة الآن ثبتت، مأخوذ من الشريعة، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن هناك محكم وهناك متشابه، كيف نميز المحكم من المتشابه؟ المحكم هذا يجب المصير إليه، المتشابه يجب أن يرد إلى المحكم. ما قوانين هذا؟ دلالات الألفاظ هل هي متساوية أم متفاوتة؟ ما الذي يقدم عند الاختلاف؟ وهكذا جاء علم قواعد تفسير النصوص المعروف بعلم أصول الفقه، الذي يقول لك الأصل في الكلام هو الحقيقة. نعم هو الأصل، وتتعذر الحقيقة أحيانا، فيجب المصير إلى المجاز بالتأويل. الرحمن على العرش استوى، هذا يعني إله جلس على كرسي حقيقي، على كرسي كبير حقيقي، في مشكلات كبيرة جدا على من هذا الكلام. أولا حدوث الكرسي أم قدم الكرسي العرش هذا؟ إذا قلت قديم أثبتت قديما مع الله، حادث إذا أثبتت صفة حادثة، هذا باطل وهذا باطل. النص القطعي الذي يقول لك ليس كمثله شيء، ما دام أثبتت له شيئا من صفات الخلائق إذا أنت دخلت في الضلال المبين وخالفت النص. كلمة استوى في لغة العرب لها معاني عديدة، فلماذا اخترت هذا المعنى غير اللائق؟ فيقوم البحث ليجد نصا أراده المنزل، معنى أراده المنزل من إنزال هذا النص بالاجتهاد، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. إذن هذا هو التأويل.
ليس كفرا وليس خروجا من الملة وليس إنكارا لاستواء الرحمن جل جلاله، أو تخاف كما خاف السلف تقول نعم هذا ممنوع الكلام فيه، إذن لا تفسروها كما أمر أئمة السلف بهذا، وإياك ثم إياك أن تفسرها لا بالجلوس ولا بالاستقرار كما قالت المجسمة ولا بغيره كما قال يعني آخرون. فالمسألة هكذا، ليست قضية هذه الظواهر وأن مخالفة الظاهر يعني خروج من الملة، لا 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 لا، الاستدلال بالظواهر هذا للجميع. ورأيت في التعليلات الجميلة لعلماء القرآن يقولون لماذا جاءت هذه الظواهر موهمة أحيانا، يقول حتى يجذب جميع الناس إليه ليصلوا بعد ذلك إلى الحقيقة حينما يتابعون باقي النصوص ويردون المتشابه إلى محكمه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.